فكرة الانتشار السريع لمحطات الغاز في مصر وفي المحافظات المختلفة عشان تكون متوفرة لكل المواطنين، ده برضو يعني محور مهم احنا محتاجين ان احنا نتكلم فيه اكتر مع المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الاسبق. مهندس مدحت، تحياتي لحضرتك في البداية. اهلا استاذة آية. اهلا وسهلا. لو احنا بنتكلم في هذا الملف، ملف الغاز الطبيعي في مصر، طبعا حضرتك اكيد عارف ان السنين اللي فاتت حولت هذا الملف يعني تحويل محوري وجذري جدا في التطورات اللي حصلت فيه، وبالتالي العائد منه بشكل مباشر على الاقتصاد المصري. لو احنا نتكلم في هذا الملف، ازاي مصر قدرت انها تحقق في هذه الخطوات الناجزة؟ بص حضرتك، لو نفتكر مبادرة الريس في تخريج السيارات القديمة وتبديلها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، ودي كانت مبادرة مهمة جدا لتشجيع الشعب أو تشجيع السائقين أو تشجيع سائق الأجرة وخلافه أو أصحاب السيارات القديمة اللي هم يعتبروا بيمثلوا طبقة المتوسطة في مصر، إن هم إزاي يحصلوا على وقود رخيص، وبالتالي هيدي دفع لكل افراد الشعب ان هو يتجه الى الوقود الرخيص مع حسن ادائه في المحرك وفي السياره بالطبع. النهارده نتيجه المبادره ونتيجه جهود وزاره قطاع البترول في تشجيع التحول الى الغاز الطبيعي، كان الفكره كلها ان ما كانش في محطات تموين سيارات بالقدر الكافي، خصوصا في محافظات مصر وصعيد مصر ومحافظات الوجه البحري، كانت كلها مركزة في القاهرة واسكندرية. النهاردة توسع كبير جدا في أعداد المحطات اللي موجودة اللي بتعمل تموين للسيارات، وكذلك مراكز التحويل للعمل بالغاز الطبيعي للسيارات. فالنهاردة هذا التوسع، طبعا أنا لازم الناس يعرفوا أن تكلفتها تعدت المليارات من الجنيهات المصرية، ودي كانت بطفرة غير مسبوقة في أعداد المحطات ومراكز التحويل، ودي بالتالي هتؤدي إن شاء الله إلى تخفيف العبء على المواطن بشكل كبير جدا. في إيه بقى؟ يعني أكيد أي مواطن بيسمعنا دلوقتي هيبقى عايز يعرف هيفرق معايا إيه؟ دلوقتي المتر المكعب من الغاز الطبيعي هو يكافئ تقريبا لتر البنزين 95، بس عشان الناس تعرف، مش يكافئ لتر البنزين 80 لانه كفاءته اعلى بكتير جدا حتى من البنزين 95. وبالتالي هنا المقارنه ان هو يعني اقل من نصف سعر اللتر البنزين. اذا هنا حتى لو هنقول هنا لو هنقارنه حتى باللتر البنزين 80 فهو يعتبر اقل من نصف تكلفه لتر البنزين 80، فبالتالي المواطن هنا يعني الترشيد في استخدام الوقود الغازي ده هيقلل له مصروفاته بشكل كبير جدا، وهيحس بقدر كبير جدا من السعاده، يعني وده واضح من الريبورتاج اللي اتقال قبل كده. الناحيه الثانيه ان هو في عمليه التحويل نفسها قد يتصور بعض ان هي مكلفه، لكن دلوقتي قطاع البترول اصبح بيقسط عمليه التحويل مع سعر البيع، يعني هو لما يجي يشتري لمدة فترة زمنية تقريبا سنة بيسدد ثمن سعر التحويل عن طريق شرائه عدد معين من الأمتار كل فترة، وبالتالي مش هيحس كمان بأن هو تحمل عبء كبير جدا في عملية التحويل اللي هي بتكلف حوالي 7000 جنيه مصري. وبالتالي هنا التسهيل في عملية سداد تكلفة التحويل وسعر اللتر وسعر المتر من الغاز الطبيعي اصبح في متناول الجميع، وبالتالي اصبحت فرصه لكل المستهلكين للوقود، وده يمكن هدف اولوي لاي مواطن طبعا. يعني ان هو يعني يفكر في التكلفه في المقام الاول. مهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئه البترول الاسبق، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركه.